مرحبا بكم في هذا العدد الجديد تاع عرض عليها الكلام. أسبوع جديد، متنافسين جدد. هذا الأسبوع من بسكرة نعود نولو للجزائر العاصمة اللي معروفة بتاريخها وناسها وأطباقها الشهية. كات نوفيل كانديدات، شكون من ريحان، نور الهدى، سميرة، خديجة، شكون فيهم راح يكون الفائز تاع هذا الأسبوع وعند من راح تكون عارضة وعليها الكلام؟ واليوم النهائي تاع هذا الأسبوع وراح نعرفوا عند من كانت عارضة وعليها الكلام. العرضة الأولى تاع هذا الأسبوع كانت عند ريحان. منيو شباب؟ أوا جاست بياند ريحان فور. أطباق شهية، بريزونطاسيون، كلش. كون في عرضة وعليها الكلام، أنا ريحان من الجزائر العاصمة. اليوم عرضت ضيافة. نوتخ بخوميييغ كانديدات تاع هذا الأسبوع راهي معولة اليوم. اليوم منيو متنوع وراح نبداو بالمحنشة. شغولي أما فاسون، مي سالي كيما قلنا، عندي محنشة سالي أما فاسون. المحنشة هذه بون فورنا الورق تاع الكرومب، درنا لافارس اللي فيها الفيون داشي والبصل والشويه روز. هذه ايدي جديده، كاين اللي يعرفوها. ماجي بريفيري ندير اليوم هذا لو بلا باش نوعو شويه من واش ما عارفين نديرو. فوالا، هي المحنشه جينيرالمون نعرفوها سكري، مي انا جاتني ليدي قلت بوركوا با ما نسيهاش سالي. الحمد لله سيدها وتوفقت فيها. اكومبانيتها مع ان بتيت صوص علي. فوالا، ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله راهو يشهي هضره وما شاء الله لا يسلم درالكو. ان شاء الله دوك ندوقوه نشوفوا. لو بلا برينسيبال روعة، واش من لي برونشيت ماريني، واش من محنشة صالي، وخديجة راهي تاكل وتتبسم. واش حاب يقول؟ الطبق الرئيسي كان تاني الشباب بريزونطابل، كان بنين، شواه كان محمر ما شاء الله تاني، وكان بنين طري ماشي يابس محمر بالطبع، ولاصوص تاعو تاني كانت عقدة وبنينة. واش درتي لنا في البلا؟ هدايا كرومب محشي فارسي، درتو على شكل محنشة. شتي محنشة احنا نعرفوها حاجة حلوة. هاد المرة درتها سالي وما فاصو. وهذا السكالوب درتي ماريني. نبداو بنور الهدى، واش رايك في لاكومبوت الطبق الرئيسي؟ الحنشة تاع الكروم جات هايلة، ودرتنا الشوا جات هايل يعطيها الصحة. في الطابلة تسمع غير تقرميش. خديجة تاكل وتبتسم، وسميرة شغل راهي فيه مهمة. سميرة واش رايك في الطبق الرئيسي؟ الحنشة تانية تاعها خفيفة مليحة، بولا صوص تاعها شوية قاسحة مي تجوز. الماريني تاعها تاني بنين خفيف مع لاصوص تاعو. لا بيوري تاع زرديه تاني خفيفه مليحه. لا بروميير نوت نور الهدى، كانت عرضه هايله واستقبال رائع، وعلى هذا الشيء نعطيها 8 ونص. 8 ونص من عند نور الهدى. لا دوزيام نوت سميره، عرضه مليحه بريزونطابل، رحبت بينا، الماكله تاعها بنينه خفيفه، وعلى هذا نعطيها 8 ونص. كيف كيف 8 ونص. اي انفان خديجه، ما شاء الله على حساب لاج تاعها، هي صغيره قاعده اللي دارت لنا قاعده تاع وحده كبيره ماشي تاع لاج تاعها. العلامه اللي نعطيها لها نقولها نخليها سسبنس 9/10. با 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 دارتها خديجه 9 نقاط. العرضه الثانيه تاع الاسبوع كانت عند نور الهدى، رغم انها صغيره في السن دارت لنا منيو شباب بزاف، والاطباق كانت متنوعه وهايله. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في كوزينتي. بعد ما البارح كانت عندنا العرضة عند أختنا ريحانة، في الديسير أنا موجدين لاموس وشوكولا مع جو يرافق معها. راح نكمل أنا ندريسي البلا ونتلاقاو
في التحليه اللي كانت لاموس وشوكولا مع لونتري والطبق الرئيسي كلش واجد. ايه موس وشوكولا ياه ومع حبه شيكولا اللي دير 40000. لهنايا درنا لاموس وشوكولا اللي كان فيها ثلاثة حبات بيض سيبارينا البياض على السفر، طلعناهم مع 140 غرام شوكولا نواغ باش تنحي ريحة البيض. كي طلعنا البيض والسكر رحنا حكمنا شوكولا نواغ درناها مع البيض، ففي جهة واحدة أخرى رحنا حكمنا طلعنا لكخيم فخاش مع لكخيم فخاش ودير طلعنا بياض البيض في جهة مع قرصة ملح. واش درتي فيها هذه فامودا؟ لهنا درنا حكمنا دانداشي، درنا له لي زيبيس ملح فلفل كحل وزنجبيل ودرنا له حكمنا نور هدى الله يبارك بهرتهم كي تهضر على بالها واش تقول بالخبره والجوده والمعرفه، ما كاش كيفاش تقول ماشي هي طيبه، مستحيل الله يبارك والله غير ان فيتير شاف. دوري ما تحكمي تعقديها من جهه ومن جهه دوريها وتزيدي فوقها بابي الومنيوم وتحطيها طيب في الكوشه. ريحان عجبها بزاف الدانداشي غولي بولي تاع البولي بالفخوماج تاني كان بنين كان خفيف ولا صوص تاع شامبينيون تاني كانت بنينه ودايوغ دومونديت لا ريسيت باسكو لي تي بون يعطيها الصحه. كاين لي فورو انا نفورو قبل ما نديرو بعد تحمرو في المقله ولا دي فوا تقطعيه وتقليه تاني تجي مليح وهاد لاصوص نور هدا درتي فيها بنينه. واش رايك خديجه؟ البولي هذاك كان بنين، بولي رولي كان بنين، كان هايل خفيف ماشي ناشف. درت فيها زيت وزبده، قليت فيها البصل مليح حتى خدا داك الكوتا تاع التقليه مع لي زيبيس ملح وفلفل كحل وزنجبيل وكركم. ومن بعد درنا لي شامبينيون، كنت غسلتهم قليت لي شامبينيون قليتهم مليح مع داك الزبده وزدت لها مغرفه فارينه. مام سميره ولات لها الابتسامه. واش رايك سميره؟ البرينسيبال تاني بنين خفيف أونفال ماشطو طيبتها شوية زيادة مي كان بيان كان مليح. وزدت لها كاس لاكخام فخاش خليتها تعقد ودرت لها الفخوماج، درت لها فخوماج غافي فخوماج نورمال. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. جات بنينة تبان هي شغل بيشاميل وهي ماشي بيشاميل. فوالا خلاص خديجة العاطفة ضربتها بكوت بيا وقالت لك الشامبينيون عاصي. الطبق الرئيسي بنين عندك شويه شامبينيون شويه عاصي ماشي طايب مليح مي بنين. لا بروميير نوت سميره بابور لاش تاعها ما كنتش مستنيه طيب لنا هذا الشيء كامل، على هذا الشيء نعطيها 8 ونص. اوه 8 ونص والله تستاهل. لا دوزيام نوت خديجه عارضه تاع هدى بالنسبه للعمر تاعها كان كبير على عمرها، نعطي لها 8/10. 8 نقاط هاي الهضره. عرضة بصفة عامة ما شاء الله يعطيها الصحة وإن شاء الله ربي يوفقها ومزيد من النجاح والتألق، ونقولها ما تخافيش زيدي كملي باسكو عندك هاد لو طون. وعلى هاد الشيء نعطيها علامة 8.5. 8.5 من عند ريحان. لو البارح العرضة كانت عند خديجة. إيه الهمة والشان مني وعليه الكلام. برك نور الهدى ما عجبهاش الحال. السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بيا عندكم، مرحبا بكم عندي. اليوم العرضة راهي عندي في داري. كنا عند ريحانة والبارح عند نور الهدى، واليوم راهي عندي. إن شاء الله المينو تاع اليوم تاعي يعجبكم. هكذا نبداو بسم الله. عندنا تحلية تاع القارص. دوك نجوزو البلات برينسيبال تاعي. عندي كويس فارسي فارسيتو با 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 كويس فارسي ولا غير تشوف تفهم باللي بنا. وخديجه راهي سير من روحها يا دي كوا يا خو. لا موطاد والبصل والطوماطيش لي زيبيس اللي هما الملح فلفل ابيض وسكنجبير وراس الحانوت مع حبيبه تاع البيض هادي قنينه. ايه ارنوبه تاني ولا غير سيمينيونت هادية مع حبيبة تاع الزيتون. بنفس الطريقة رايحة نكمل لي بلات تاوعي ونتلاقاو إن شاء الله في الطاولة تاعي. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. لو بلا برينسيبال بولي فارسي و بطاط صوتي بصحتكم. شوية ما حبيتش نقعد في الروتين تاع الماشطو وحدو زوجية وحدها. خلط فيهم في جوج. واش درتي لنا هنايا؟ ماشي هذا
هذاك بولي فارسي من الكويس دي زون زيتو. غسلته قبل، شوطته دي زون زيتو، حكمته وحليته، ضربته مليح مليح باش يتحل باش ما يجيش. ومن بعد حليته درت الفيون داشي دوزنته مليح بالبصل مع بلاق النور الهدى. الدجاج به بجلده، واش رايك في الطبق الرئيسي نور الهدى؟ هذاك الرولي كي فتحته كان شويه احمر، ما كانش طايب مليح، والماشطو كان مصوتي مليح عادي. اي والله الوحيده اللي راهي تشكي نور الهدى. قلت لك الامنيه تاعها شريره تاع هذا الاسبوع. الفرماج وروليته حكمته غير بالكيغدون. جهيله تحسها. هاي يسلمك تعيش. وحمرته دخلته. ريحان عجبها بزاف لو بلا برينسيبال. لو بلا برينسيبال تاني كان بنين الحمد لله يعطيها الصحه. لو رولي اللي دارته كان تاني كان بنين. الخضره هذه كيفاه دارتها تاني كانت مليحه. لاصوص اللي خدمتها به طوماطيش والبصل قطعتهم دي غوندال دوزنتهم كيما دوزنت كيما مارينيت الدجاج مارينيت البصل والطوماطيش كي طابوا نحيتهم ميكسيتهم بلا كريم فريش ودرتهم في الفيرين درتي لها كريم فريش زروديا درتيها لداخل بال حشيتها نحيتي لها هذاك نحيت لها هذاك الداخل ودخلت لها. واش رايك سميره؟ طبق رئيسي بزاف شباب لا بريزونطاسيون تاعو شابه بنين ميم لاصوص بون الدجاج كان شويه يجي بس مي مع لاصوص ينجز تري بيان. ومن بعد درت لها الملح ودرتها تفور برك ما تقسميهاش بالموس كانت بقاي تقسمي فيها بالموس راهي حاب تكسر لك الزروديه صح تحميها بالكيردون شوفي هذا الكيردون اذا طابت او دريساج تاع لو بلات تاعها كان ما شاء الله مام كيما دارت لونطري دارت هذاك هذاك لو بيتي لابان تاني عفسه جديده وتخليك تتشوق باش تاكل يعطيها الصحه. لا بروميير نوت ريحان خديجه انا كنت نعرفها يعني ماشي في وتامي نعرفها من القناه تاعها تمد بزاف الوصفات تمد الاسرار تمد يعني الي اكسيلونت على هادشي نعطيها علامه 8.5 8.5 من عند ريحان. لا دوزيام نوت نور الهدى عرضها بصفه عامه كانت هايله وعلى هادشي نعطيها 7.5 من 10. نار شريره ميناريا ما كاش كيش تهضر معايا هكذا يا نور الهدى حنا قلنا البراءه وخرجتي لنا عدو. اي اونفان سميره العرضه تاعها هايله لا بريزونطاسيون تاعها بزاف شابه تستاهل كلمه شاف وعلى هذا والعرضه تاعها لا بريزونطاسيون تاعها نعطيها 9 نقاط من عند سميره. اي اونفان كيما شفتوا البارح العرضه كانت عند سميره منيو 100% حوته والله غير جازت فوق. السلام عليكم مرحبا بكم عندي اليوم راكم عند سميره في حصه عرضه وعليها الكلام اليوم المنيو تاعي راهو سبت لكم سبيسيال بواسون على حساب سميره المنيو اليوم 100% حوت. اوه هاي الهضره. الطبق المفضل ديالي هو الحوت كاع كاع لو جو تاع الحوت الموديل تاع الحوت اللي نحبوه والحوت يعني جينيرالمون كاع مليح فريمون يعطيها الصحه سميره باينه طيب قلبها وهذا الطبق المفضل تاعها هكذا. سميره طولتي بزاف مع هذا الطبق ما تنساش لاسوب باينه سوب دو بواسون هكذا حنكمل الدريساج هذا ونروح نشوف لاسوب تاعي نحطها في لاسوبيير تاعي فوالا هاوليك لي بلا تاعي يعطيك الصحه يعطيك الصحه فيلي دو تاروجي الطبق الرئيسي بالروجي بلا شوكه مع لي ليغيم بصحتكم يعطيك الصحه كيف درتي هذا الشمال بو هذا كي تنقيه فتنحيلو لي زيكاي تاعو نحلو في الوسط ونحلو الظهر ونقطعو بالعقل بعد نحيل هذا الشوك تاع 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 الداخل نحيل كامل بالعقل هذا نحي ونخلي بس هو لازم يقعد شويه في الفريزر باش يشد روحو بس كي نقدر شتي تمتم يتحل يتفتت بس فوالا. نبداو بخديجه اللي عجبها بزاف السمك كان ما شاء الله كان بنين تاني روجي تاعها كان بنين طايب بالطبع مام الزروديه تاعها كانت ما شاء الله طيبه بنينه حلوه تاني كل حاجه كانت بنينه والخضره صوتي نورمال بطاطا بلسله شويه زعتر فلفل كحل ملح صوتيتهم في الزبده بالثوم يا زوديا البوكلي يعطيك الصحة يعطيك الصحة
نور الهدى واقيلا عندها مشكل. ان شاء الله بك تكونوا نحيتوا لها الشوك. معك حتى مشكل والله غير عجبها الطبق الرئيسي. لو بلا برينسيبال كان هايل ما شاء الله، البروكولي كان طايب، زروديه كانت بنينه، والبطاطا كانت طايبه، حتى الحوت كان هايل ما شاء الله، طيب مليح، ما زايد ما ناقص. نحيت الشوك الماكسيموم. ما فيش شو خداع، الحوت خداع، الحوت خداع، ما تقدريش ما تنحيلو يقعد صح يقعد فيه. ريحان عجبها الطبق، بصح شكت باللي الروجي جا من الوادة ماشي من البحر. او كان بنين وشنو جاني هذاك الروجي شويه برك مسوس، هذا ما كان سينون كان هو مليح، مي انا كوم نحب الملح كما دابيا كان زاد فيه شويه ملح، مي كان بنين. عجبك نور الهدى؟ جا هايله يعطيك الصحه. تشبمتي درتي مع لاسوب يمشي معاه فوالا. دريساج تاني كان ما شاء الله يعطيها الصحة، عرفت كيفاش دريسي البلا تاعها. وهذو لي بروكولي واش درتي لهم؟ وليتهم في الماء والملح والقارص، صفيتهم وعاود حمرتهم في الزبدة والثوم جو هايلين. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. والخضرة اللي كان دايرة معاه كانت بنينة طيبة سكيلفو هايلة، يعطيها الصحة. لا بروميير نوت نور الهدى. العرضة تاع نهار اليوم عند الأخت سميرة كانت هايلة ما شاء الله، ضيفت بينا كرمتنا، وعلى هذا الشيء نعطيها 8.5. صحة نور الهدى. زقيت عليها ماما قالت لها مزاك صغيرة باش تكوني الشريرة تاع هذا الأسبوع. لا دوزيام نوت ريحان، نعطيها علامات 8، يعطيك الصحة. 8 نقاط من عند ريحان. اي اونفان شيف خديجة، عرضة كانت توب، يعطيها الصحة والله غير كلش ما شاء الله، نعطي لها 9/10. 9 نقاط. اي خلاصت لا سيمان ان توكا جوزناها هايلة، عطيكم الصحة. جوزت خفيفة جوزت ما كنت خايفتها صح هاكي تك الصحة ما ماذا كنت خايفتها مع الأول؟ مع الأول جتني شوية قلت بالك نورمال حاجة، جست أنا ديجا تجربة واحدة أخرى صح، قلت بالك هذه فيها شوية بصح فيها أمبيونس أمبيونس صح بيان سور تعرفي ناس كسرات تدخل ديور الناس لما تاني مع الأول. أنا كنت خايفة الناس اللي نطيح معاهم، فينالمون الحمد لله نعم الناس. أنا تاني كنت خايفة بصح الحمد لله تلاقيت مع هذه الشاف اللي في هذا ربي يخليك ان شاء الله تولي شاف ان شاء الله مع شاف خديجه. اي معنا شاف خديجه بيان سيغ شاف خديجه صح، ان شاء الله تلحق كاع واش كي حابه ان شاء الله امين يا ربي ان شاء الله. انا متشوقه نشوف شكون هو الفائزه هذا الاسبوع. تفضلي 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 هيك هي الفائزه هي الشاف ريحان. صحتك تستاهليها تستاهليها ريحانة صحتك 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 انا ربحتك انت يسلمك تعيشي سميرة انت غنية عن التعريف يعطيك صحة يعطيك صحة كادو تاعك الحال يعطيك الصحه مبروك عليك ان شاء الله يوفقك ربي يزين سعدك ربي يهنيك في حياتك ان شاء الله العمليه والزوجيه ان شاء الله امين صوتوا المهنه تاعها يعطيكم انا كيما نتوما فرحتوني يعطيكم الشهادات مرغيب وزاد كامل ديشاف قابين والهودة تفضلي أحلوش خديجة شكرا لي الشاف خديجة زيداني سميرة يعطيك الصحة تفضلي زيد فضلك عيش شكرا يعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة عودوا عليها الكلام يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة عودوا عليها الكلام يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة اللي تبعتونا نتلاقاو في ساعة الخير وعلى خير.